توني أقرأ قصة اقشعر لها جسدي ودمعت لها عيني. بعلمكم بعض. يقول لك في شاب عايش مع أبوه في نفس المنزل، جالس وأبوه إلا الباب يندق. يقول دخل رجال غريب، يقول حتى ما سلم، يشطفه يروح للشايب. الشايب يرفع صوته يقول يا أخي اتق الله، سدد اللي عليك من الديون، تراني صبرت عليك واجد. يقول الشاب يوم شافه يقول حزنت نفسه شلون أبوه. يقول يجي الولد عند الديان قال يا أخي خل أبوي الحالة، كم عليك من دين؟ قال حوت 90,000 ريال. قال ما أبوي ما عنده شغل، كلمني أنا. اجلس اجلس. يقول يروح لغرفته ويقول على مدار كم سنة مجمع له 27,000، يقول يبي يجمع مبلغ يتزوج به ويجيب 27,000 ويعطيه إياه. قال هذه دفعة، إن شاء الله مع مقبل أيام أخلص كامل، بس لا تكلم أبوي بشيء، كلمني أنا. يقول الشايب انكسرت نفسه، قال للديان قال رجع فلوس لولدي، والله أن ولدي أنه تعب لين جمعها، رجع فلوس لولدي واصبر علينا. يقول ما رد عليه. قال الشاب ما خلاص خذ الفلوس وحنا نكمل لك الباقي. يجي الولد ويحب جبين أبوه ويحب يده. قال يا بيا قدرك أكبر من كذا، والله بسهل الأمور. يقول الشايب هو يحضن ولده، يحضن ولده يبسي قال يا وليدي الله يوفقك، الله يسدد خطاك، الله ييسر أمورك. شف دعوات والدين تنطلق تنطلق لسم على طول. وثاني يوم يداوم الشاب، هو رجال مخلص وما يعمل العمل هذا اللي رجال كويس. يقول يجي واحد من اخوياه مبطي ما زاره، يوم تسالمه وينك وما وينك وكذا. قال المهم خويه يقول له، قال المهم امس انا مع احد رجال الاعمال وطلب مني، ابغى شخص امين وطموح عالي، ابغاه يمسك لي اداره اعمالي، والله يا فلان ما لقيت الا انت، وش رايك تستقيل وتروح له؟ قال ما ادري عنه، خلينا نروح نشوف. أخذه وراح للرجل أعمال التاجر. يوم جاء عنده سأله قال كم راتبك؟ قال راتبي 4,970 ريال. قال تستقيل من بكرة وتوظف عندي براتب 15,000 ريال وثلاث رواتب بدل سكن وسيارة آخر موديل ولك نسبة 10% من المبيعات. الشاب هذا كان عنده إيمان بالله، فعرف أن هذا الله فرجه. يقول دنق وقام متصب بدموع، يقول أبشر بالخير يا يبا، أبشر بالخير يا يبا. وقال 6 شهور بعد تحسين الوضع. المهم يوم قال ابشر بخير يبا استغرب التاجر، قال ايش فيك تبكي؟ وش التمتم فيه؟ رضي علمه اصر عليه وخويه اصروا ايه علمه بالسالفه اللي صارت امس. يقول اهتز التاجر وقال الان يصرف له شيك يسدد دين ابوه كامل. لا تخاف على رزقك، لكن احرص على مبادئك ثوابتك، بر والدينك والله ان ربي يعوضك، والله ان دعوتهم تسبق نفوس الدنيا كامله. اهم شيء يكون عندك يقين، مو تدفع عشان تجرب، يكون عندك يقين.